لا نرحب بضيف الدكتور أحمد فرسيني منسق المجلس الأوروبي الفلسطيني للعلاقات السياسية في بروكسل. أهلا بك أستاذ أحمد. التحذير الأوروبي من وقوع كارثة في حال تنفيذ إسرائيل لمخططها بهجوم على رفح يتكرر يوما بعد الآخر دون القيام بخطوات فعلية، لماذا؟ بشكل بسيط، لأن الاتحاد الأوروبي لا يملك أي سلطة ولا أي قوة ولا إرادة لفعل ذلك. يعني الاتحاد الأوروبي يتملص دائما من قضية اتخاذ خطوات من أجل ربما يعني إما وقف الجريمة أو منع ارتكابها، أو حتى الآن يتملص من قضية معاقبة أو إمكانية معاقبة المجرمين أو إنزال بعض العقوبات، كما كان الحال اليوم وفي المؤتمر الصحفي الأخير منذ أقل من ساعة ربما، حينما سئلوا عن قضية استخدام البند الثاني من اتفاقية المجلس الاقتصادي الأوروبي الإسرائيلي واستخدام الشرط الذي بني عليه هذا المجلس وهو احترام حقوق الإنسان، الأمر الذي لا تقوم به دولة الاحتلال، وبالتالي هناك أداة ممكنة ومشروعة لدى الأوروبيين باستخدامها للضغط على دولة الاحتلال. لكنهم يتفلتون من كل هذه الأدوات وحتى من مقاطعة منتجات المستوطنات إلى ذلك، ويذهبون إلى التبعية للإرادة الأمريكية. ومن هنا نشاهد التشابه حقيقة بين المبادرتين وما قاله الزميل ومراسلكم للتو وما بين ما تقدم به الأوروبيون، هو هدنة إنسانية لا تعد وقفا لإطلاق النار، التركيز على المساعدات الإنسانية وربما الطلب من الاحتلال وبالتالي العودة للاحتلال مرة أخرى ليكون هو صاحب القرار بماذا يدخل وكيف ولما وإلى أين في قطاع غزة بالتحديد، الشمال والجنوب إلى ما ذلك. وهناك أيضا بالاتحاد الأوروبي اليوم وفي هذا المؤتمر الصحفي تحدثوا أيضا عن معاقبة بعض أو إنزال بعض العقوبات على بعض المستوطنين المتطرفين، الأمر الذي طالما تحدثنا عنه، وماذا يعني التطرف وأي مستوطنين بالذات، وهل ستتم العقوبات على المستوطنين الذين يحملون الجنسيات الأوروبية أيضا إلى ما ذلك. إذن يتفلت من أي عقوبات وأي خطوات عملية على الأرض، تحدثوا عن إلزام أو طرق بديلة لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة عبر قبرص والميناء العائم، وانسحبوا من الفكرة لعدم موافقة دولة الاحتلال عليها أولا، ومن ثم لعدم وجودهم قالوا بأنه الموضوع غير آمن، الأمر يعني الذي يتعلق أيضا أمنيا بالاحتلال، وبالتالي كل شيء يتعلق بقرار من وموافقة الاحتلال عليه كخطوات يمكن أن تقوم بها أوروبا. يتحدثون عن بعض العقوبات على المستوطنين ويربطوها بالعقوبات على حماس، ويعترفوا ضمنا بارتكاب اعتداءات جنسية من طرف المقاومة الفلسطينية، وحينما تحدثوا عن عقوبات تحدثوا عن هذا الأمر أيضا. إذا يعني الأوروبيون كما الأمريكيون ويقومون بحركات التفافية على أي أدوات ضاغطة حقيقية على دولة نعم، هل هي الاحتلال. عدم رغبة أوروبية أستاذ أحمد أم أنها خشية من جاز لنا التعبير السيد الأمريكي؟ السيد الأمريكي بالمرصاد هذا أولا، ثانيا لا يريد الدخول بأي عراكات وبأي صدام، أي صدام مع دولة الاحتلال مباشرة، هذا ما نشاهده على مدى أكثر من 5 شهور. حتى الآن لم يخرج الاتحاد الأوروبي بموقف واحد موحد بشأن المجازر وجرائم الإبادة الجماعية، اليوم عجزوا عن الخروج بموقف موحد، ولذلك كان كل الحديث اليوم عن 26 دولة أوروبية، وهذا يعني بأنه لا يوجد إجماع وبالتالي لا يوجد قرار أوروبي حاولوا الخروج به ولم يستطيعوا. إذا هناك اللا إرادة أولا، الخشية من السيد الأمريكي، والخشية من الخجل المعيب من الصدام مع اليهودي الذي ارتكبت بحقه جرائم الهولوكوست في أوروبا، والآن لا يريد إزعاجه، وهناك التزامات أخلاقية كما قيل. ولكن ألا تستمع يعني هذه الجنوب الحكومات الصهيوني الأوروبية أيضا أستاذ بالمشكلة. أحمد إلى شعوبها
التي باتت في أغلبها معارضة لما تقوم به إسرائيل ومتضامنة مع الشعب الفلسطيني؟ هناك هو واسع ما بين الشارع الأوروبي حاليا وما بين من يمثله في المؤسسات الأوروبية وبالذات في مؤسسات الاتحاد الأوروبي عداك عن البرلمان الأوروبي. يعني في البرلمان الأوروبي هناك يعني كل التصويتات السابقة التي جرت فيما يخص القضية الفلسطينية وبالذات وقف إطلاق النار وبالذات إنهاء الجرائم أو معاقبة الاحتلال إلى ما ذلك. في التصويت الأول شاهدنا أكثر من 500 عضو ضد هذا القرار، وفي التصويت الثاني 372 عضو، وبالتالي هذا يعكس رغبة وضغط من اللوبي الصهيوني ومن دولة الاحتلال ومن الإرادة الأمريكية والمفوضية الأوروبية، وأرادوا بأن تغطي تصويتات البرلمان الأوروبي تشريعيا على المواقف المسؤولة الرسمية للاتحاد الأوروبي بتأييدها لدولة الاحتلال وارتكابها المجازر. وهذا ما يعني بأنه هناك هوة واسعة، نعم، النشاط والحراك في الشارع الأوروبي الذي ما زال ممتدا صارخا بالمطالبة بوقف الجرائم وإنهاء هذه الحرب ووقف إطلاق النار المباشر الدائم، الأمر الذي يعني لا يريد سماعه نعم. السياسي الأوروبي حتى اللحظة ولا يستطيع التوافق عليه. أشكرك جزيلا دكتور أحمد فرسيني منسق المجلس الأوروبي الفلسطيني للعلاقات السياسية، حدثتنا من